مساء الخير، مساء الخير على كل متابعيني في كل مكان. مساء الجمال من قناة الصحة والجمال. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كلام كتير، اللي دايما بنقول فيه كلام كبير. زي ما قلنا لحضراتكم الحلقة اللي فاتت إن حلقتنا هتكون متنوعة ومختلفة. موضوع حلقتنا النهاردة عن سواقة السيدات اللي دايما عاملة مشاكل في الشارع المصري. النهاردة هنرد على كل الأسئلة اللي دايما بنقولها في الشارع إن الستات ما بتعرفش نسوق. معايا ومعاكم النهاردة صاحبة مدرسة فكرتي لتعليم قيادة السيارات الكابتن منى. اسمحوا لي أرحب بضيفتي. صباح الفل ومساء الفل. صباح الخير ومساء الخير عليكي وعلى السادة المشاهدين، ومبسوطة أن أنا معاكي جدا. حبيبتي ربنا يخليكي. في البداية بقى، فعلا الستات ما بتعرفش تسوق؟ ما فيش حاجة اسمها كده. ست أو راجل اتعلم صح يسوق صح، خد أساسيات غلط هيسوق غلط، سواء ست أو راجل الاتنين يقدروا يعملوا ده بس يتعلموا صح. طب من وجهة نظرك ليه متاخد طباع ان الستات ما بتعرفش تسوق؟ يمكن عشان المعتاد ان الست في حاجات كتير ما بتقدرش تعملها، بس اعتقد ان ده كان زمان، فهم واخدين الانطباع ده فمطبقينه لحد دلوقتي. لكن بخبرة الست وبالمسؤوليات اللي ظروف الحياة خلتها فيها دلوقتي، فانا شايفة ان هي تقدر تعمل اي حاجة، والسواقة اكبر دليل ان هي تقدر تعمل اي حاجة. انا معاكي جدا. على فكرة الفكرة بقى جات لك منين وازاي؟ يعني الفكرة ان انت تبقي بتعلمي السواقة للسيدات. هو انا بسوق من زمان، تعليم السواقة جه قدامي صدفة. لما انا اتعلمت ما اخدتش حقي في كورس التعليم كويس، ولما نزلت الشارع بالفعل بالعربية، لان انا اخدت كورس واشتريت ونزلت، اكتشفت ان انا ما اتعلمتش اي حاجة غير يا دوب اطلعي بالعربية. فحسيت ان انا يعني لجأت لحد وما اخدتش الحاجة الصح، فقررت ان انا لما اتعلم اتعلم صح، وكملت تعليمي بنفسي لنفسي. ولما التعليم جه قدامي صدفة اخدت القرار ان اللي انا اتحرمت منه في حقي في كورس اديه للناس. تمام. بس اول مرة صوتي كان امتى وكان احساسك ايه ومين اللي علمك؟ عايزين نعرف كل ده. من حوالي 6 سنين تقريبا اخدت كورس عادي، لاني قررت يكون عندي عربية، وقررت ان انا ابقى مسؤولة عن حاجات كتير قوي بحكم زي ما قلت لك الحياة. وجبت العربية وسوقت، وفعل وبعد ما سوقت بفترة كده جه موقف تعليم القيادة قدامي صدفة. كنت في مكان والكابتن اعتذرت، كابتن اللي بتدرس التعليم في المكان ده اعتذرت، وانا ما كنتش بشتغل في المكان ده كابتن خالص. فطلبوا مني ان انا انزل ادي الكورس بدلها، فانا قلت مش هعرف اعلم، فقالوا لي جربي اللي بتعمليه قولي. نزلت فعلا، هي كانت اخذت مع الكابتن حصه، فنزلت انا اديتها التانية، قلت لها فاكره ايه من اللي خدتيه؟ قالت حاجات بسيطه، فانا قلت لها هعتبر ان انت ما اخدتيش، هقول لك زي ما انا بطلع بالعربيه، وشرحت لها. تاني يوم رحت المكان على عملي الاساسي، لقيتهم بيقولوا لي ان انت هتبقي في المكان ده لان العميله مصممه ان انت اللي تكملي، ورافضه الكابتن الاساسي. ارتاحت معاكي انت اكتر؟ تقول ان هي فهمت بطريقه احسن. من ساعتها بقيت في المكان ده مدربه قياده. بالنسبه للكورس بقى مدته قد ايه؟ يعني كام حصه، كام شهر، كام يوم؟ الكورس في المدرسه عندي 5 حصص. تمام. بيتنسقوا ايامهم ومواعيدهم على حسب ظروف العميله، لان كل الستات بتشتغل، حتى لو كانت في البيت ليها ارتباطات معينه، فاحنا بننسقها على حسب ظروفها هي. يعني بتبقى تقريبا كام حصه؟ يعني الكورس 5 حصص، ممكن تاخدهم 5 ايام ورا بعض، يوم ويوم. لو ظروفها صعبه قوي بتاخد مثلا يومين وتريح يومين، اقصى حاجه 15 يوم تكون مخلصه الكورس باذن الله. طيب لو عدى مده الكورس وهي العميله لسه ما اتعلمتش، بتديها كورس تاني بفلوس تانية ولا بتكون الكورس بيبقى شامل؟ انا عندي مستويين للكورس، كورس المبتدئين وكورس ممارسة اللي هو التكملة على الكورس الاساسي. مش كل العملاء بيحتاجوه اصلا، وفي عملاء بيبقوا جايين متعلمين مبادئ وعايزين كورس الممارسة ده، فبيطلعوا معانا ويكملوا السواقة بتاعتهم. لكن العميلة اللي جاية من الزيرو معانا الحمد لله بتاخد الكورس بتاعها بس، لو حبت او الكابتن شافت ان هي محتاجة بنقول لها على كورس المستوى التاني، ما احتاجتش بيبقوا الخمسة كافيين جدا. وعن تجربة يعني. تمام. احنا معانا فيديوهات لاراء الناس السيدات اللي خدوا معاكي الحصص، نتمنى استاذه نور تحضرهم لنا لو حاضرين ننزل بيهم.
طب تمام، لحد ما يجهزوا بس. تمام. بتتصرفي ازاي لما بتكون في واحده بتسوق بتعلميها السواقه وهي من النوع الخواف جدا، اللي هو ممكن لو لقت اي حد جاي في وشها تسيب العربيه كلها، بتتصرفي ازاي معاها او بتعملي معاها ايه؟ بصي، هي مش السواقه بس، في ستات كتير قوي بيجوا في مواقف معينه ما يعرفوش يتصرفوا مهما كان، يعني حاجات كتير قوي ممكن تكون تتعرض لها ما تقدرش تتصرف فيها، مش السواقه بس. انتي العميله اللي بتيجي معاكي من الحصه الاولى، انتي بخبرتك بتقدري تدرسي شخصيتها، فبتشتغلي على دي من قبل ما تشرحي لها يعني ايه واحد اتنين سواقه، تبداي تشيلي قصه الخوف والرعب دي. تمام. كوني ان انتي تطمنيها ان العربيه بتاعتك ما فيهاش فرامل بديله، ما فيهاش اي وسيله انقاذ غير عينيها وسرعه التصرف بايديها او برجليها، هي بتكون مسؤوله من اول ما بتطلع معاكي، من اول 10 دقايق عارفه ان الغلطه هي اللي هتتحملها، هي اللي هتحاول تحلها. دايما بتكون هي اللي حريصه ان هي ما تعملش ده. انت طبعا تقدري تتصرفي بس بتوصلي لها ان هي اللي مسؤوله. لما بتديها الحته دي كويس جدا، هي اللي بتحافظ على نفسها وعلى عربيتك. يعني زي ما بيقولوا سواء قلب قلب. تمام. هم جهزوا بالفيديو، تعالي نشوف راي العميله معانا ايه. تمام. نشوف الفيديو مع بعض. فكرتي وهتقول لكم هي جت لنا ازاي وصلت لنا ازاي. انا بنصح اي حد عايز يتعلم سواقه بسرعه يروح لكابتن منى، بجد اتفرجوا على الفيديوهات. لا الفيديو كله كل الفيديوهات. كابتن منى شاطره جدا جدا جدا. انا تاني مره اسوق، ماشي تاني مره نزلت. جربتي تسوقي قبل كده؟ لا. ايه رايك ووصلت لنا ازاي؟ ايه رايك في فكرتي ووصلت لنا ازاي؟ فكرتي شفت الحوار على الفيسبوك، صحابي اصلا عندها على صفحتها، وبصراحه اول ما عملت الصفحه لايك واتفرجت على الفيديوهات اتصلت بيها على طول، قالت لي تعالي بكره، ونزلنا الساعه 12 الظهر وبدات تاني حصه، وانا سايقه في طه حسين لوحدي. شجعي الناس اللي لسه ما كلموش فكرتي بايه بقى؟ لا بسرعه، السواقه سهله جدا على فكره، الحوار بس عايز تمرين وتركيز. واسمعي كلام كابتن منى. ده كان راي عميله معانا. لا اسمها ايه؟ آية. كانت بتتعلم بسرعة ولا خدت وقت؟ هي خدت كورس واحد بس، وسائت العربية لوحدها مع جوزها تالت حصة. تمام. فاجئتني في التليفون ان هي خرجت، ودلوقتي بسم الله ما شاء الله برضو لان كل اللي بتعلموا بيتابعوني وبيكلموني، هي دلوقتي بتخرج بعربيتها لوحدها بتروح اي مكان ما شاء الله يعني عليها. وما الكورس بتاعها اساسا ما عداش 15 يوم، ما فيش 10 ايام تقريبا وكانت خلصته. معانا اتصال تليفوني. استاذه مي، مساء الخير يا استاذه مي. مساء الخير، ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك عامله ايه؟ تمام بخير الحمد لله. اتفضلي، في سؤال للكابتن ولا ايه؟ لا انا بصراحه كنت بتفرج عليكم دلوقتي وكنت عايزه اعمل مداخله. اشكر كابتن منى جدا، انا اتدربت معاها. تمام. وبصراحه هي يعني فوق الممتازه. معاكي بقى الكاميرا. انا كنت بخاف اصلا يعني من زلط الشارع، مش هقول لك من السواقه، كنت بخاف لو العربيه بس اتهزت بيا شويه. كويس، بس شجعيني يا استاذه. ادتني امان زياده عن اللزوم، خلتني دلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله انا طالعه الساحل السنه دي لوحدي بالعربيه. ما شاء الله، شطوره ان شاء الله. في حاجه عايزه تقوليها لها يا كابتن؟ ازيك يا مي؟ ازيك يا كابتن، عامله ايه؟ عامله ايه دلوقتي يا كابتن؟ انا مبسوطه قوي ان انا شايفاكي. ربنا يخليكي. بالتوفيق والله يا كابتن، وبجد انت تستاهلي كل خير. وسافري كده وجمدي قلبك، انت قدها وقدود. لا بصراحه البركه فيكي والله يا كابتن. انت خرجتي يعني بالعربيه لوحدك من الحصه الثانيه؟ انا من ثانيه حصه على طول طلعت على الدائري لوحدي. ان شاء الله رحت التجمع لوحدي. عقبالي ان شاء الله يا مي. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا حبيبتي يا مي. شكرا على مداخلتك يا مي. الاساس السواقه يعني بتعلمي اي بنت او سيده بتجيلك على عربيه مانيوال ولا اوتوماتيك؟ انا ليا فكره. اتفضلي. كل واحده بتكون مقرره هتشتري ايه، او اوريدي مثلا في عربيه في البيت بتاعت جوزها بتاعت حد، على حسب العربيه المتاحه بعد ما بتخلص الكورس انا بعلمها نوع العربيه ده. طبعا. علشان السواقه ممارسه. الفكرة ان انا النهاردة هاخد كورس مانيوال بس عربية بابايا اوتوماتيك، طب هطبق على ايه؟ تمام. فانا بسألها، ده ليه تعليم وده ليه تعليم. تمام. والاتنين نفس المسؤولية، في حاجة سهلة حاجة صعبة بس الاتنين محتاجين تعليم بناء على العربية اللي متاحة. اوكي.
لو ما فيش عربيه متاحه دلوقتي فبعلم مانيوال، تمام، لان بعد المانيوال ان شاء الله بيبقى كل شيء سهل. طب معانا اتصال تليفوني تاني. ساره، مساء الخير يا ساره. مساء النور، اخبارك ايه؟ صباح النور يا استاذه فايزه. صباح الفل. علي صوتك بس شويه يا استاذه ساره. حضرتك سامعاني كده؟ اه تمام يا حبيبتي سامعاكي. بتسوقي ولا لا يا استاذه ساره؟ بصي، هو انا بسوق، بس قبل ما اقول ان انا بسوق، انا يعني برحب بالبرنامج بتاعك جدا ومتابعاكي، وبحب كل الضيوف اللي بيجوا معاكي. كلك ذوق يا حبيبتي. وانتي بسم الله ما شاء الله عليكي اموره، ربنا يخليكي يا حبيبتي. اكيد انتي الاجمل. تاني حاجه، انا كنت محتاجه بس اسال الكابتن في حاجه عن السواقه. طبعا اتفضلي معاكي الكابتن. ازاي حضرتك يا كابتن؟ اهلا بيكي حضرتك من ورا الشاشه. ربنا يخليك يا ساره. بعد اذنك، بصي انا بالنسبه لي بسوق وكل حاجه، بس عندي حته الخوف، ما بعرفش اطلع طريق دايركت لوحدي، لازم جوزي يبقى معايا. حته الخوف عندي، اكسرها ازاي عشان اقدر اطلع بالعربيه لوحدي؟ الخوف بتكسريه بالممارسه، دي اول نقطه. طول ما انت ماشيه مركزه قدامك، مركزه في مراياتك، ما تشغليش بالك باللي وراكي، ركزي في اللي قدامك اهم واللي جنبك. بصي في طريقك وركزي. طول ما انت ثابته على الدركسيون بتاعك، طول ما انت محدده السرعه اللي انت تمشي عليها، امشي في اي طريق وما تخافيش. ولو ناقصك شويه جرأه كلمي فكرتي. بالظبط، اتحدي خوفك بالسواقه يا مدام ساره. اكيد اكيد ان شاء الله. ميرسي على مداخلتك. نرجع لكلامنا. بتعلمي البنت اللي بتتعلم، او زي ما قلت لحضرتك عموما الست عموما، بتعلميها على عربيات عندكم؟ يعني العربيه دي تخصك انت، ولا هي لو عندها عربيه وحابه انها تتعلم عليها؟ هي العربيات متاحه عندنا مانيوال اوتوماتيك في اي مكان، طبعا القاهره او الجيزه. في عملاء بتكون عايزه تتدرب على عربيتها عشان تحفظ ابعادها. تمام. كابتن بتروح لحد عندها، بتسيب عربيه السنتر وبتطلع بعربيه العميله وبتدربها بحريتها يعني. لكن احنا متاح عندنا مانيوال اوتوماتيك في اي مكان في القاهره والجيزه الحمد لله. طيب لو في حد عنده ظروف خاصه، بتقدري ان انت تتعاملي معاه وتعلميه السواقه، ولا بيبقى ده صعب؟ ظروف خاصه في بالنسبه احتياجات خاصه. احتياجات خاصه. احتياجات خاصه زي ما كلنا عارفين بيكون ليهم عربيه مجهزه اصلا. وعندي كباتن مخصصة للتدريب على العربيات للناس ذو احتياجات الخاصة دول، وبنفس المستوى بتاع أي تعليم كورس مانيوال أو أوتوماتيك عادي، بل بالعكس ممكن نديهم وقت ومجهود أكتر. التعليمات بقى اللي بتديها للكباتن اللي معاكي اللي شغالين معاكي، بتديهم تعليمات بإيه علشان يقدروا إن هم يتعاملوا مع العميل بطريقة كويسة، ويقدروا إن هم يستوعبوا منهم التعليم بسرعة؟ اول حاجه لازم تشتغل على ان العميله ما تخافش. ما ابداش الحصه، ابدا الحصه اول ما اطمن ان هي خلاص مش خايفه. ابدا الحصه اول ما هي تقول لي يلا. هي اللي بتقول يلا، انا شرحت ورغيت كتير قوي، هي خلاص عايزه تطبق فيلا. كل كابتن بنزل معاها بنفسي، لازم اطمن ان هي بتدرب زي ما انا بدرب. انا زي ما فهمتك في الاول، انا كان عندي مشكله لما دربت صح، مش عايزه حد يعاني من نفس المشكله وبالذات الست. يعني انت بتنزلي مع الكابتن في اول حصه؟ اول ما بتيجي، مش اول حصه، اول ما بتيجي تشتغل معايا ككابتن. من غير الحصه يعني. تمام. زائد ان انا ممكن بين فتره وفتره انزل مع الكباتن الكورسات، وطبعا العملاء بيبقوا عارفين ان انا المسؤوله، لان احنا ممنوع عندنا ان يكون في اي استضافه الكابتن والعميله عشان ما حدش يوترها. تمام. بالنسبه بقى للمضايقات اللي بتبقى في الشارع، طبعا بيبقى واضح قوي ان دي مدرسه تعليم سيارات، وخصوصا سيداتي يعني. تمام. الناس بقى في الشارع بتتعاملي معاهم ازاي؟ بيحصل مضايقات ولا لا، ولا ايه اللي بيتم؟ بصي، احنا بنوضح ان احنا بنعلم، دي نقطه. في بقى التطفلات دي ما تقدريش تتحكمي فيها، فاحنا بنتجنبها. انت نازله بحد خايف، فلو انت حطيتيه في موقف زي كده هيخاف اكتر، وابسط كلمه هيقولها لك ده اللي انا خايفه منه. تمام. فانت بتحاولي تخليها تتجاهل كل اللي بره، تمام، سايقه مراياتي والكابتن ومليش دعوه. وانا شايفه ان ده الافضل يعني، انا عن نفسي بسوق ماليش دعوه باللي حواليا ادام انا سايقه صح، الا طبعا لو في موقف معين بتركزي فيه، غير كده ما تركزيش مع حد. انت عايزه توصلي،
عايزه السواقه دي تكون بالنسبه لك حاجه مهمه جدا. بعد كده هتبقى كيانك، برستيجك، حاجات كتير قوي، فانت بتحافظي عليها في الاول، بعد كده هي اللي بتديكي. بس بالامانه كده السواقه فعلا سهله؟ عشان انا ما جربتش بصراحه، يعني انا برضو فشلت سواقه، بالامانه خايفه. سهله جدا جدا جدا، اه مفيش حاجه صعبه. يعني الاوتوماتيك اسهل ولا المانيوال؟ بصي المانيوال فيه فكره، في ناس بتفتكر ان الاوتوماتيك اسهل، الاوتوماتيك محتاج تركيز اعلى. انت العربيه المانيوال الغلطه فيها بتقف، العربيه الاوتوماتيك ما بتقفش، لازم دايما تكوني مركزه، فاي غلطه العربيه ما زالت ماشيه، المانيوال هتبطل، يعني لا قدر الله لو حصل حاجه بتبطل، الاوتوماتيك لو حصل حاجه ما بتبطلش، بتفضل دايره، يبقى يعني انهي اللي هتركزي فيه اكتر؟ دي ليها نظام في التركيز ودي ليها نظام في التركيز. يعني مفيش حاجة اسمها عربية أسهل وعربية أصعب، مفيش حاجة صعبة أصلا، السواقة الستات تقدر تعمل أي حاجة. طبعا الستات أجمد حاجة في الدنيا، شابو للستات. طبعا. المدرسة بقالها قد إيه يا كابتن؟ يعني مدرسة فكرتي بقالها قد إيه؟ 3 سنين. 3 سنين ما شاء الله. ده طب ما صادفش عميلة مثلا اتعلمت السواقة وبعد كده اتصلت عليكي قالت لك يا كابتن أنا مش عارفة أسوق أو عطلت أو حصل لي أي موقف؟ أنا في الأجمل بقى، أنا في ناس بتتصل عايزة تتعلم علشان تشتغل معايا من اسلوب الكباتن بتاعتي. اه ما شاء الله، دي حقيقه بجد. انا الحمد لله عندي فريق، إيه لو تابعتي الصفحه وكلام ريفيو على الصفحه هتلاقي يعني الاسامي بتختلف، مش بتتكرر، مش كابتن منى طول الوقت، مش كابتن غاده طول الوقت، مش كابتن جهاد طول الوقت، كل الكباتن الحمد لله يعني بيشتغلوا بنفس المستوى. انا عندي فريق جامد جدا، وحوش مانيوال وحوش اوتوماتيك. ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك لك فيهم. ربنا يخليك. طب اعزائي المشاهدين ممكن نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين من تاني، ورجعنا باتصال معانا اتصال استاذه ايمان من القاهره. اهلا بيكي. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازيك يا استاذه فايزه، عامله ايه؟ اهلا بحضرتك، بخير الحمد لله. اهلا بيكي، منوره الشاشه. ربنا يخليكي من ذوقك. معلش بس يا استاذه فايزه، انا كنت عايزه اسال بس كابتن نور سؤال كده. اتفضلي، معاكي الكابتن نور. منى يا فندم. معاكي الكابتن منى يا فندم. كابتن منى، ازي حضرتك يا كابتن منى، عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كنت عايزه بس اسال حضرتك بس يا كابتن منى، هو انا نفسي اتعلم ان انا اعرف اسوق وكده، بس انا على طول عندي خوف ومش عارفه اكسر سنه الخوف ديت من جوايا، فمش عارفه يعني هي ليها حل ولا انا هفضل طول عمري مش عارفه اسوق. بصي ادام انت الخوف اللي جوايا، ادام انت عايزه واخده القرار يبقى هتقدري، بس الخوف هو اللي مسيطر عليكي. مجرد ما تبداي فعلا الخوف هيروح، مجرد ما تطلعي اول حصه الخوف هيروح. اللي بيخاف ما بيحاولش ياخد الخطوه دي خالص ولا حتى يفكر فيها. بس انا عايزه اقول لحضرتك ان الرهبه مخلياني، مع ان القرار جوايا، مخلياني مش مساعداني ان انا برضو ايه، ان انا عايزه اسوق وخايفه برضو. استاذه ايمان، هي نفس مشكلتي على فكره، هي تقريبا مشكله الناس لازم كلها. لازم تجربي، لازم تجربي وتاخدي الخطوه، علشان الكابتن هيكون ليها رؤيه في درجه الخوف اللي عندك، وتبدا تعالجها معاكي، لانها مش هتتعالج لوحدها وانت لسه ما اخدتيش الخطوه. يعني قرري وكلمينا ان شاء الله، واحنا بنيجي اقرب مكان ليكي بالعربيه اللي انت عايزاها، وبنبدا نجرئك على اللي انت محتاجاه، وتقدري وفي الكورس بنقدر نقول لك هل يعني في شخصيات برضو يعني بتاخد الخطوه، بس هي فعلا الشخصيات اللي هي مش هتقدر تسوق. ما انا هاجي اتدرب انا بقى، انا وايمان مع حضرتك. فالامانه الشغل لو هي فعلا مش هتقدر بنفهمها. شكرا يا ايمان على مداخلتك. السيدات الحوامل، انا لسه مخلصه كورس اهي وراحه تولد. كنت لسه هسال حضرتك، في صعوبه ليها في تعليم السواقه او الست عموما الحامل بشكل عام في السواقه، بيبقى صعب عليها شويه القعده؟ لا 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 خالص، بس انا ما انصحش ان هي تتعلم اول شهرين ثلاثه. تمام، يعني اي دكتور بينصح ان هي ما بتعملش حاجات كتير، تركيز برده السواقه، تركيز وبتستخدم رجليها وبتستخدم اعصابها، لكن من بعد الشهر الثالث، مع ان انا دربت ناس عايزه واخده القرار، بس الافضل من بعد الثالث تتدرب حتى لو لحد الشهر التاسع، مفيش اي مشكله. انا دربت
حد خلاص رايح تولد، فعايزه عشان لما تبدا تتحرك معاها بيبي وهتجيب بيبي تاني، فعايزه تبدا تتحرك بالاتنين، فاخدت الكورس عشان بعد ما تولد تقدر تنزل سوق على طول. يعني تحدى خوفك بالسواقه فعلا. اه طبعا السواقه دي هي كل حاجه. طب بالنسبه للست مهمه لاي درجه؟ كيان. يعني انت لخصتي الكلام كله في كلمه كيان. كيان، كوني مسؤوله عن كل حاجه، كوني صاحبه القرار، كوني قائده، كل حاجه. ماشي. انك تسوقي. احنا معانا اتصال، اتصالات كتير قوي، بصي يعني ودني يا رب تتخرم. معانا رنا، اهلا بيك يا رنا. الو. الو. مساء الخير يا استاذه رنا. الو. الو. مدام رنا سامعيني؟ مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. اسمك جميل قوي يا مدام رنا. الو. او بس تعلي صوتك شويه وتوطي صوت التلفزيون. اسمعينا من التليفون يا مدام رنا. اتقطع الاتصال للاسف. اتفضلي. عايزينك بقى تدي نصيحه للناس اللي لحد دلوقتي خايفين ان هم يسوقوا، ودايما يقولوا لا اصل انا مش هعرف عشان الستات ما بتعرفش تسوق. اديهم كلمه بقى. دي كلمه ما بحبش اسمعها خالص. طيب. الست تقدر تعمل اي حاجه. انت تقدري تعملي حاجات كتير قوي، وتقدري تختبري نفسك في البيت، شوفي انت بتعملي كام حاجه. والسواقه دي حاجه من ضمن الحاجات بالنسبه لك سهله، الست تقدر تعمل اي حاجه بمنتهى البساطه. بس انت خدي القرار وكلمي فكرتي واطلبي كابتن منى وطمني، طمني خالص. وفي النهايه طبعا ما فيش حاجه اسمها ست ما بتعرفش تسوق وست بتعرف، هي الحكايه كلها انها ما اتعلمتش صح. للاسف وقت حلقتنا انتهت، بجد انا سعيده جدا اللي كنت النهارده انا اللي معاكي يا مدام منى. ربنا، انا مبسوطه جدا بحضوري معاكي بجد، ويا رب الستات كلها تكون استفادت من الحلقه وياخدوا القرار. ولو واجي تاني مره معاكي باذن الله نشكر كل الستات اللي نزلت ساقت فعلا. تمام. بعد ما شافوا حضرتك والحلقه الجميله بتاعتك دي. ربنا يخليكي. شابوا للستات، انزلوا سوقوا، احنا قدها وقدود. الست تقدر تعمل كل حاجه وتحدي خوفك بالسواقه. للاسف حلقتنا انتهت، ان شاء الله استنوني كل يوم اتنين الساعة 11:30 على قناة الصحة والجمال، وما تنسوش تتابعوني على صفحة الفيسبوك كلام كتير، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.